الميك اب ده في الرحلة بيفرح لما ينزل يشتري ميك اب، يقول مبسوط مبسوط مبسوط. اهلا يا احلى بنات في الكون، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير بصحة وبعافية. الليلة الفيديو عن ميك اب شي ان. الفكرة جاتني لما عملت طلبة الملابس بتاعت العيد من شي ان. الفيديو ده كان جميل جميل جميل، بخلي لكم اللينك بتاعه هنا. دخلت لقيت انه شي ان عندهم دي اون براند شي ان اند شي جلام ميك اب براند. بقيت افكر يا ربي حلو، يا ربي عندهم الالوان بتاعتنا، يا ربي ممكن اضرب عصفورين بحجرين واطلب ملابس واطلب معاهم ميك اب حاجات بكون محتاجه ليها. يس، ده السبب اللي انا موجوده بيه، انه اشتري واجرب على نفسي واديكم الخلاصه على طبق من ذهب. سو اشتريت ميك اب كامل، فضيت الكيس هنا، فيلا نعمل انبوكسنج للمنتجات دي ونجرب علي ونشوف الميك اب ده يستاهل ولا لا، مع العلم انه اسعاره رخيصه. يلا نبدا الفيديو. ده الفاونديشن، كلها طبعا مكيسه، هطلع معاكم الكيس. الدرجه اللي انا اخذتها سان بيج. واو، عينوا الباكيج، مخطوطه جوا علبه مخمل، جوا كيس بتاع مخمل. شوفوا حلو كيف، شوفوا شيان. طب والله حلو. طيب دي الاسبونجز، دي العلبه بتاعت الاسبونجز، ما قادره اعرف بالضبط فيه كم حبه، لكن حنفتحها عشان اشيل واحده اعمل بيها الفاونديشن. انا حلوه كيف، دي واحده فيهم فيها جهتين مسطحات، حلوه والله. الباكج قزاز، فبتدي احساس بتاع فخامه خرافي، وفيه بامب. انا عجباني دي، عجباني دي شديد، عجباني خالص. حسيته جوا اغمق، الفاونديشن جوا اغمق من انه هو في شكله في القزازه. اتمنى اتمنى يكون كويس، اي هوب سو. بسم الله. في ريحه لكن يعني ما كعبه حلوه. هم كاتبين انه سلكي مات فاونديشن، ليكويد فاونديشن فلوليس كفرج، فمعناها الكفرج بتاعه ما عالي، الكفرج بتاعه خفيف. مات حسيت ونشف على طول. الاسبونج حلو شديد، الاسبونج حلوة، وانا ما بليته بالموية، لكن حلوة حلوة حلوة. تاني منتج هو الكنسيلر من شي جلام، الدرجة اللي انا اخدتها ميديم. واو، شايفينها ريفلكتنج كيف، برضو شكله فاتح، هنا شكله فاتح، ان شاء الله يكون على العيون احسن من كده على البشرة. فعلا جوه شكله اغمق. أجرب الصغيرة، أحسن أجرب الصغيرة. هنجرب الصغنونة، نفرد. أوه، إحنا بنعمل كده ليه؟ إحنا شغالين، زولي جاوبني. هل في أي تفسير علمي للقصة؟ الكفرج بتاع الكنسيلر فظيع والله، باسطني باسطني باسطني، ما تتخيلوا باسطني كيف، مفرحني شديد. طيب نيكست هستعمل السوفت شيب كونتور ستيك، جه في كيس كده. الدرجه اللي اخذتها اسمها اسبريسو، هو بدأ برضو من شي جلام. شوفوا طريقه البرينتينج على الباكيج وكذا، قمه الرقي والله. ده الكونتور ستيك وديريكت وشكلها تحفة. الجنب دي شنو؟ هو عندنا فرشة يا جماعة، عندنا فرشة نفرد بها الكونتور. نايس نايس نايس، لونه خفيف صح؟ ريحته ما حلوة. دي ما عارفه، ما اقتنعت بها شديد، خلينا افرد بها هنا.
وما قادر افهم فهقفرد كده. كده ليتس موف. طيب في المرحله دي هافتح طقم الفرش عشان استخدمه للباودر. اختار لي فرشه للباودر في دي وفي دي. ديل شكلهم كبار ناعمين. ياي ناعمين. طبعا شعره صناعي فور شور. الجولد يا جماعه الجولد. هستعمل دي. دي اكبر واحده. دي اكبر واحده في الطقم. انا عندي شي جلام سيتنج باودر درجتها لايت براون. يا اخواننا الباكج يا اخواننا الناس دي تعبانه في الباكج تعبانه في الباكج. فيري كلاسي كلاسي يعني بجد الباكج راقي راقي يعني المفروض يكون في ماركه هاي اند. شي جلام بيرفكت سيتنج باودر الدرجه بتاعتي 02 لايت براون. غايته سو فار شكلها كويسه. اوه فيها بداره. ولتحت العين هستعمل فرشه الصغيره دي شويه. اثبت ارجع اثبت شويه عشان بدا يخطط. دي حاجه عاديه واثبت بالباودر. الفرش الفرش رايكم شنو في الباودر؟ انا حسيت ان عملت كونسيل رهيب تحت عيني يعني غطت تحت عيني بطريقه حلوه حلوه حلوه. اكتر حاجه عجباني في الفيديو ده لغايه هسي بانه كل المنتجات ظريفه سو فار. طيب هاشيل دي هاشيل الفرشه اللي شويه فيها ميلان دي لاحظتوا ليها انا ما عاملها كده هي عندي فيها ميلان. نطلع البلاشر. شوفوا في كلام مهم هنا بورا ميد ان PRC اللي هي تشاينا كاتبين ديزاين ان يو اس اي. يا ربي تبين لكم الدرجه بتاعت البلاشر اللي انا جبتها اهو البلاشر الدرجه اسمها سموكد روز. هي تقريبا كانت اغمق درجه انا شفتها في الصور. الله على الباكج شي جلام. ده البلاشر طلبته حلو شديد. في مراية شوية بيب شايفينها يعني بيقع اللون باودري باودر 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 يعني. كده ناخد نشوف نقول بسم الله. لونه حلو. شوفوا دي دي فيها باكيج خرافي. قبل ما اطلعها فيس باليت باودر شي جلام كروم هايلايتر تشيك اسمها تشيك فريك. شوفوا حلوه كيف. هعمل الفرشه دي. الفرشه دي هي المناسبه للهايلايتر. شوفوا هي هو درجتين ما اعرف اظهر لكم ولا لا. هنا غامقه على فيها احمر خفيف وهنا على برونز. ف انا هلخبطهم شامبين يعني الثانيه شامبين انا هلخبطهم كده برضو باودري. عليكم الله عينه انا لو لامح كيف حلو. نمشي للحواجب. موضوع الحواجب ده هيهمكم كتير. طيب انا لقيت الفاليت دي من شي جلام كويس. في منها درجتين في منها غامق وفاتح. انا طلبت الدرجة نمرة 2 اللي هي مكتوب فيها اش براون لانه حسيت انه دي الاغمق. هتتفاجئوا بشكل الباكج. شفتها جوا. شوفوا جمال الباكج شي جلام. معلش هي طبعا زي المرايه فعكس ليكم كل الدنيا الحاصله هنا حواليكم. شوفوا الباكج بتفتح بيضه بتضغط كده لتحت وبتظهر الباليت العجيبه بتحت الحواجب. مرايتها هاي كواليتي بجد. طيب
جاية معاه فرشتان، فرشة دي فيها ميل بالجنب، مقطوعة بالجنب، ودي ستريت، تمام. فأنا هستخدم فرشته من نفسها الجات مع العلبة، وهستخدم العلبة مباشرة. أنا بالنسبة لي هستخدم دلوقتي اللون اللي في النص قدام واللون الغامق بورا. بسم الله. لا 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 لا، شفتوا الباليت دي؟ شكلها هتكون صاحبتي اليومية. شوفوا حالاته، روعة. الفرشة ماسكة نفسها كده، فالرسم بيها حلو شديد ودقيق، ما بتقعد تتلولو وبتاع وانت شغال، بجد حلو حلو حلو. يعني غيتوا يا بنات، لو عندكم هوسة بمنتج بتاع حواجب حلو ده، يعني ألف 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 من عشرة، روعة 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 كده، لغاية بكرة بكرة بعد بكرة كده. بجد بتاع الحواجب فظيع فظيع. أنا لي زمن ما عملت حواجبي بباودر وعجبتني بالطريقة دي. طيب نمشي للمرحلة الحلوة شديد، اللي هي الآي شادو باليت. دي هي الباليت، دي الآي شادو باليت. نفتح من وين؟ برضو شي غلام حلوة هنا من برا. دي هي الآي شادو باليت، حلوة كيوتة كيوتة، جليتر كده هنا وخشن، وكده هنا مكتوب شي غلام تين ايج جل. انا ما تين ايج، وهعملها تين ايج دريم 10 كولرز اي شادو. دي رقم 2 اللي اسمها ترو رومانتيك. كده انت صح. ايوه كده صح. اوكي نفتحها مع بعض. تترا، رايكم؟ كلها قلوب قلوب قلوب. وقعت فيها طبعا البلاستيكة دي، وقعت دلوقتي الوانها جميلة. يا جماعة ما باينة لكم ليه؟ بجد التصوير بظلم المناظر شديد، ومرايتها فظيعة فظيعة مرايتها. هعمل كونسيلر خفيف فوق عيني، اعمل له سبريدنج بيدي الصغنطوطة، على اساس انه نتجهز للآي شادو. هانا وقت استخدام باقي الفرش تحت العيون، باقي الفرش بتاعت الميك اب. هاخد دي عشان اوزع بيها اللون الانتقالي. طيب هاخد الفرشه دي، اختار اللون ده. في باليت تانية كانت عجباني يعني كلرفول كده شديد، لكن كانت اوت اوف ستوك. حلو صح. هاخد الشيمر، الشيمر ده هاخده قدام، خفيف. هاخد الماريو باداسكو وابلل بيه الفرشه، نشوف. يس فرقت كتير، فرقت روعة روعة. حبيته بعد ما تبلل، وتشيز انه دي هي يعني ما مشكلة كبيرة، وما عيب في اللون ولا عيب في المنتج. ارهب الماركات، بيكون مرات كثيرة الشمر ما بيظهر الا يكون ويت كده. من اللون البني الغامق، الدرجة الغامقة، ودمجها سهل، دمجها سهل جدا جدا جدا. في فرشة عاملة كده حلوة صغنبرتة، يعني دي تحت الديتيلز بقى للعيون. هأشيل من نفس اللون، هأشيل من نفس اللون الغامق البني الغامق ده كده على رأس الفرشة. اوكي، وأعمل به حدود تحت العين، تحت خط الرموش السفلي. مكتوب فيها فوليوم اب ماسكرا، رقمها بلاك،
اوهو فرشتها فرشتها لذيذة. رأيكم شنو؟ الآي لاينر ده الباكج بتاعته في الآب مجنناني عجباني خالص خالص. كان في زيها ماسكرا لكن كانت خلصانة. رقمه برضو 01 بلاك. شوفوا الباكج دي حلوة كيف جليتري 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 كده شي جلام. عينه جميل كيف عينه جميل كيف جليتري جليتري جليتري. عينه فرشته رفيعة 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 لياتو درجة. يا رب الماسكرا نشفت. نو الماسكرا ما نشفت. فالخطوة بتاعت الايلاينر هأجلها. هنفتح شي جلام ستار فيلفت ليب جليس سيت. ده السيت رقم 2 اسمه إليجنت. العلبة حلوة 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 ستاري ستاري كده حلوين. ده الطقم فيه 3 ألوان فيه 3 ألوان حلوين حلوين. هأخذ الدرجة دي عشان أعملها وهي اسمها 01 بس مكتوب 01. افتح كده بمبوشي شغنتوتي حلو عبارة عن زبدة. والأبليكيتر ما قاسية. اللون فظيع. اوكي هخليه ينشف شوية. عندي فكرة انه اعمله أومبري. هاخد درجة تانية اعمل بيها الأومبري. هاخد دي. طيب الماسكرا المفروض انها نشفت. نعمل ايلاينر عشان نركب الرموش. الايلاينر حلو حلو واستخدامه سهل جدا جدا وفرشته ماسكة على بعض كده. عندنا دلوقتي الرموش. طبعا الرموش اول حاجة قلبت قبض منها شديد لانه ما بتشبه المنظر اللي شفته في الويب سايت. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي هسي انا ما عجباني لانها كبيرة جدا جدا جدا. الرموش اللي جاتني دي كبيرة فانا هي بلاستيك طبعا لكن ما فيها لمعة يعني. فشوفوا منظرة علي غايته. أنا هخليها معاي لللوكات اللي بتكون دراماتيك كده وبتاع. شايفينها عاملة كيف؟ أنا بلبسها طبعا يعني. أنا ليكم أنتوا لكن أنا بالنسبة لي بلبسها. أنا ممكن هسه شوية أحاول أقصرها. نعمل الأومبري بتاعنا بتاع الشفايف ونرجع نلبس الرموش. عندي فيديو كامل بيتكلم عن الرموش in details. هخلي لكم اللينك بتاعه هنا احضروه. هسي هلبس الرموش اوف كاميرا وارجع لكم. اوكي خطيت الرموش. لسه المفروض اللازق شوية انشف لكن هي ستيل حتى انا بالنسبة لي كثيفة شديد لكن حلوة يعني. في اللوكات اللي هتكون واو كده هتكون حلوة شديد. طيب لغاية لما ننشف ونعمل الايلاينر من فوقيها يلا نعمل الشفايف أومبري. هعمل الدرجة دي اللي هي في الست هي رقم 3. الأرواج كريمية كريمية بطريقة خرافة. شوفوا الدمج كيف فيه. حباه خالص خالص خالص. اخر منتج هوري لكم من شي جلام ده ليكويد جليتر ايلاينر. وعندهم تقريبا 3 درجات على حسب ما اتذكر. انا جبت الدرجة الجولد. يا تفيهم اليد. عينه للايلاينر. الفرشة بتاعته الديب لكن طويلة ما عارفة حسيت انه مخيف استعماله. هعمل بس هنا تحت شوية. حلو شايفينه هو جميل لكن not that over يعني لكن حلو حلو خالص. بالمناسبة يا اخوانا صدقوني الفيديو ده انا سعيد به اكتر
اكتر منكم. انا ام فيري هابي بجد منتجات الميك اب بتاعت شي ان شي جلام 10/10 بجد والله العظيم 10/10 حلوة 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 حلوة. وانا حاسة انه حتى اللوك بتاعي ديفرنت كده وغلوي وناعم وكله عليه بجد كله عليه. المنتجات سمحة يا جماعة ابقوا عليها على طول, اشتروها على طول, شوفوا الناقصكم شنو اخدوه. البودرة حبيتها جدا جدا, مناعم اللوك خالص, البلاشر يجنن, الاي شادو شوفوا الاي شادو حلو 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 بجد حلو شديد, الارواد رهيبة. هشتري بالمناسبة, انا هطلب تاني, هيكون عندنا فيديو تاني ان شاء الله, جزء تاني من منتجات شي ان بتحت الميك اب. الباليت بتحت الحواجب 100/10 100/10, رخيص يعني اللي يعتبر رخيص وحلو حلو يجنن يا جماعة. والفاونديشن قبل في الأول حسيت بأنه هو لونه فاتح شوية, بعد ما استعملته وعملت عليه البلاشر واواوا لونه بقى رهيب, لونه بقى جميل, لونه بقى رائع, لونه بقى خرافي. يمكن الحاجة الوحيدة الشوية ما عجبتني هي الكونتور ستيك, لأنه حسيته لونه فاتح يعني, أو لما اندمج كده في بشرتي حسيته لونه فاتح شوية, لكن otherwise منتجات خرافة. وشوفوا الفرش, الفرش روعة روعة يعني, هي يس أكيد ما شعر طبيعي لكن كلها جميلة 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 جميلة, والاستعمال بتاعها سهل جدا وخلى اللوك ذاته يمشي بطريقة بسيطة. شي ان 10/10 حبيتها شديد, واتمنى تكونوا انتوا كمان حبيتوا الفيديو وحبيتوا اللوك وحبيتوا المنتجات. لو مجربين اي حاجة من منتجات ميك اب شي ان اكتبوا لي تحت في صندوق التعليقات ضروري ضروري ضروري, وفي شنو حابين انه انا اعمل لكم منها, ولو حابين علبة الشادو ذات اعمل لكم منها لوك تاني برضو اكتبوا لي تحت في صندوق التعليقات. انا حبيت اللوك, حبيت المنتجات, اتمنى انتوا كمان تكونوا حبيتوه كتير كتير كتير. لو حبيتوا الفيديو حبيتوا كل اللي شفتوه اعملوا لي لايك واعملوا سبسكرايب ودوسوا على علامة الجرس على اساس يجيكم نوتيفيكيشن كل ما ينزل لي فيديو جديد, ويا رب ان شاء الله نتلاقى فيديو تاني. باي.